بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع مهم خالص، اللي هو امتى تنهي العزل بتاعك بعد الإصابة بالكورونا. الحقيقة ده سؤال مشهور جدا وحاجة بتقرق كل الناس، وطبعا الموجة الثالثة كان يعني وضعها صعب، وربنا يا رب يعطيها على خير يا رب إن شاء الله ويشفي كل مريض. أنا عايزك تعرف حاجة مهمة جدا، قاعدة العشرة والعشرين، عشان نبسط على الناس والناس تقدر تنهي العزل بتاعها بسهولة. قاعدة العشرة عشرين ببساطة، بعد انتهاء الأعراض بعشرة أيام إن شاء الله أنت فري، أنت إن شاء الله بإذن الله تعالى غير معدي لحد. انتهى الأعراض، أهم الأعراض عندنا اللي هي السخونية و الحرارة وآسف السخونية والكحة، الكحة الجامدة بالذات، الكحة لو كانت بروداكتيف يعني في رصاص بيطلع. مهم جدا انك انت تعزل نفسك على الأقل 10 أيام. لو الأعراض استمرت يبقى بعد 20 يوم إن شاء الله أنت مش معدي، فبإذن الله تعالى إن شاء الله بالشفاء إن شاء الله، وإن شاء الله خير علينا جميعا. لازم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، وإن شاء الله بإذن الله تعالى 10 20، افتكر الرقمين دول، 10 بعد انتهاء الأعراض، 20 حتى لو استمرت أعراض خفيفة. شكراً.